وانا عندي 7 سنين انا كنت بحب ارسم من وانا صغيره. فكرت بفكره متهوره ان انا عايزه اكون بجيب الوان ورق وارسم ستيكرز. على ايامي الستيكرز ما كانش حاجه منتشره كتير. وجبت صمغ وبديت ان انا ادهن الباك جراوند بتاع الستيكر، وعايزه اجيب ترابيزه واحطها في وسط الشارع وانزل ابيع الستيكرز اللي انا عملتها. طبعا بالنسبه لوالدي اللي كان طبيب ووالدتي اللي في التربيه والتعليم كانوا شايفين ايه الطفله المعجزه الغريبه اللي ربنا جابها لهم وكان بصعوبه بيحاولوا يتحكموا في ده، خصوصا لو قارنوني باختي اللي اصغر مني اللي اعقل كتير. مع الوقت بديت احس ان هما مش فاهميني كتير، لكن انا كمان ما كنتش فاهمه نفسي مش بس هما. بعد 20 سنة بديت احس ان مع اول سكولرشيب اخدتها كانت مع جولدمان ساكس، ودرسنا حاجه اسمها entrepreneurship او رياده الاعمال. بس ساعتها اللي فهمت ليه انا مختلفه ليه انا مش عارفه اثبت في وظيفه، ليه انا مش عارفه اكون بتجوز واقعد في البيت، ليه انا مش عارفه اوقف الافكار الكتيره اللي بتيجي في دماغي واللي عايزه اغير بيها الناس وعايزه اغير بيها المجتمع وعايزه اغير حاجات كتيره. وبالتالي بديت احس مع اول مره فهمت ده ان انا عندي رحله طويله عايزه اكون بمشي فيها، مش عارفه كل الخطوات بتاعتها ومش عارفه كل المحطات اللي همشي في الرحله بتاعتي فيها. لكن بشكركم ان انتوا سمحتوا لي ان انا اكون بشارك معاكم الرحله بتاعتي النهارده. هنمشي مع بعض على محطات مش احسن حاجه هتلاقوها، لان كان فيها اوقات صعبه وكان فيها اوقات سهله. خليني اعرفكم على نفسي. فبيان لبيب فنون جميله، مهندسه ديكور، اتخرجت من القسم بتاعي كان شعب فنون تعبيريه ديكور مسرح وسينما وقفه تلفزيون. بشكر ربنا اللي ما جبتش مجموعه في ثانويه عامه فدخلت الكليه اللي كنت بحلم بيها، لان بابا كان عايزني اطلع هندسه او صيدله او اي حاجه محترمه. بالنسبه لي فنون جميله كانت شويه غريبه. بشكر ربنا كمان ان ربنا جاب لي عيله فيري سبورتيف. عرفوا على العيله بتاعتي بابايا ومامتي واختي. بابايا توفى في 2011 وده كان من الحاجات الصعبه اللي مرت في حياتي. لكن بشكر ربنا ان هم رغم ان هم مش فاهمين انا مالي ومش فاهمين مين البنين الغريبه اللي معاهم، لكن they were trying to be supportive قد ما يقدروا. كانوا فعلا بيحاولوا مع انهم مش فاهمين ان هم يكونوا بيسندوا في اللي بيحصل معايا وفي الافكار المجنونه اللي مستمده تيجي في ذهني. طبعا الجزء الثاني من العيله اللي احب اعرفكم عليهم هم كلابي، برضه مش فاهمين بس مستمرين يحبوا فيا، وده كان حاجه مهمه جدا بالنسبه لي في وقت كتير. من اول الحاجات اللي بديت اعملها ان انا اول ما اتخرجت اشتغلت في اشغال كتيره مختلفه. اشتغلت شويه جرافيكس، اشتغلت شويه مهندسه ديكور، اشتغلت شويه بعمل رسوم اطفال، اشتغلت شويه بترجم فوري انجلش عربي في مؤتمرات، اشتغلت شويه بعمل معارض هاندي كرافت، وبعد كده جالي فرصه ثانيه ان انا اكون بمثل شركات اجنبيه في مصر. اول حاجه كنت بعملها كنت عامله ديسبلاي للتفاح الامريكاني، وكنا بنعمله زي ترابيزات عرض. كنت بمثل شركة أمريكية ساعتها في مصر. فبما إن أنا مهندسة ديكور فقررت أجيب شوية حاجات ديسبلاي للترابيزة بتاعي مختلف. كنت بتمشى مع حد من صحابي ودخلنا المحل أبو 2.5 جنيه، ولقيت شوية قلل فخار صغيرة قوي معمولة. قررت أشتري القلل الفخار دي وهرسم عليها وأبتدي أنزلها في وسط التفاح. وعملت الترابيزة بتاعتي في المعرض، وكان هدفي إن أنا أكون بسوق التفاح نفسه. فوجئت إن كل الناس بقت مبهورة بالقلة في التفاح. That was good، بس بالوقت نفسه انا كنت فرحانه ان انا اللي رسماهم طبعا، لكن بالوقت نفسه كنت حاسه طب جات لي اول فكره، طب ليه ما وصلتش المنتج المصري اللي حيث ما الناس عايزه بجد تكون بتلاقيه؟ وجت في دماغي اول فكره مجنونه ما كانش موجوده في مصر، ليه ما عملتش سايت الكترونيك يصدر المنتجات المصريه وخاصه الحرفيه التقليديه؟ ما كانش حد بيمنتور حاجه زي كده، ما فيش بنك واحد في مصر كان بيعمل اي كوميرس او تجاره الكترونيه، محدش بيعمل اكسبتنج كريدت كارد في مصر. ده كان 2002. قعدت حوالي 8 9 شهور كل بعمله في حياتي ان انا قاعده على الانترنت من 10 ل 12 ساعه في اليوم بحاول اذاكر مع نفسي ولوحدي ازاي اكون بنفذ الفكره، ازاي الاقي منتج مختلف، ازاي اكون بصوره، ازاي بكون بصدره، ازاي اكون بعمل اول اي كوميرس سايت في مصر. بشكر ربنا جدا ان هو كان ماشي معايا خطوه بخطوه في القصص بتاعتي. واول محطه انطلقت منها كان 2002 او 3، وكنت اول امراه مصريه تعمل اي كوميرس سايت في مصر. كل ده طبعا من القلتين الصغيرين اللي انا اشتريتهم من المحل ب 2.5 جنيه، واللي ما تخيلتش ان هو هيجيبني النهارده عشان اشارك معاكم القصه بتاعتي. بعد ما عملت السايت بديت ادور على اي منتج مصري يدوي مختلف يكون بيعمله حد فعلا عنده حرفه تقليديه يدويه. وفوجئت وفعلا ما اتفاجئتش لاني انا دارسه فنون، لكن كنت فعلا مبهوره وفخوره
بأن مصر عندها تراث رائع جدا فني وثقافي، وعندنا كمية حاجات رائعة في التراث المصري بتاعنا ممكن يكون بيتحول إلى حاجات بتندثر من كتر ما احنا مش عارفين عنها حاجة، من كتر ما احنا مش عارفين نسوقها، وكمية عائلات شغالة على تصنيع الحاجات دي ما نعرفش عنهم أي حاجة خصوصا لو احنا في القاهرة. من ضمن الحاجات مثلا كان فن زي التلي عبارة عن تطريز بخيوط من فضة، محدش فينا كتير سمع عنه، ده فن بيندثر وموجود في الصعيد. وفضلت أكون بتابع مين اللي بينتج منتج مختلف وبشوف إيه المنتجات المختلفة أوي عشان أحطها على سات كاريزما. فكرة كاريزما ارت ان ربنا مدينا كاريزما، كل حد فيكم ليه كاريزما خاصة بيه جدا. انا اكتشفت الكاريزما بتاعتي هي اتجاه الفنون، فكاريزما ارت بالنسبة لي هي الكاريزما اللي الله مديهاني في موهبة الفن وهدفي خدمة المجتمع من خلالها. لغاية ما جت 2007 وكان اول مرة في حياتي انزل الصعيد، منزلت الصعيد فوجئت بحاجة مختلفة تماما، كمية سيدات معيلات بيصرفوا هم على البيت وكل اللي هي عايشة منه هو ممكن باسكت صغيره او حاجه معموله بالفخار بتعيش منها، ومش عندها المنتاليتي اللي ممكن تنقل المنتج اللي ربنا مديه لها في ايدها وتحوله الى حاجه تاكل بيها عيالها النهارده. اما رحت هناك كانتربرينور مخي شغال، فبديت احس ان ليه ما اعملش اساعدها توصل بين ان هي تاكل عيالها النهارده وبين الحرفه اللي في ايديها، وازاي ساعتها تخلي المنتج نفسه قابل ان هو يكون بيتسوق او ماركتبل. قعدت اشتغل مع ناس بقى واكتشفت حاجات رائعه، ودي كانت المحطة الثانية اللي عايزة أقف عندها شوية. في اللحظة دي تحولت من أن أنا كنت أنتربرينور أو رائد أعمال إلى سوشيال أنتربرينور أو رائد أعمال تنموي، هدفي خدمة الآخر من خلال الأفكار اللي ربنا مديهاني، لأن أنا ما جبتش حاجة من عندي، دي حاجة هو مديهاني دي لازم أديها باك للمجتمع بتاعي. واكتشفت بقى كمية حاجات رائعة جدا، زي مثلا أن مصر فيها كان أكتر من حاجة ومليون لاجئ سوداني، السودانيين دول كلهم كانوا بينتجوا حاجات رائعة، المساجين بينتجوا شغل بالخرز في منتهى الجمال. اكتشفت ان في سيدات شغاله في الفيوم، في المنيا، في اسيوط، في النوبه، في سينا. فبديت اجمع المنتجات دي وابتدي احاول اسوقها لهم، واكتشفت ان عندنا تراث رائع من المنتجات المصريه. وهدفي في اللحظه دي بقى الشخص مش المنتج، انا بديت بالمنتج بس انا دلوقتي بقيت مهتمه بالشخص اكتر، بقيت عشان اضم حاجه في كاريزما ارت لازم تكون ليها هدف، معموله كويس خالص، ممكن اساعد طبعا في التسويق وفي التصدير وفي كل حاجه بالنسبه للمنتج نفسه، لكن اهم حاجه يكون بيحمل هدف انساني. ما بقتش شغاله فن للفن، لان الموضوع بقى فعلا محتاج في مصر دلوقتي ان احنا نركز قوي على المهمشين اكتر ما بنركز على الناس العاديه. بدات كاريزما تتحول ان هي تكون حاجه في النص بين كل من هو مش عارف يمثل نفسه وبين الجهات اللي بتستقبل الحاجات الهاند كرافت. بدات احاول اتواجد في اماكن مختلفه، بشكر ربنا ان كذا حد كان بيسمع عن كاريزما فكانوا بيعددونا ان احنا نشترك في معارض مثلا، كانوا بيعددونا ممكن نطلع جوه مصر او بره مصر نشارك بمنتجات الناس دي. ده كان من الحاجات اللي محتاجينها كتير لان احنا مش فاندد، احنا ما عندناش اي سبورت مادي، فكان كل حاجه كمان بعملها كبنت لوحدها من مصروفها الشخصي. وده كانت الحاجه الثانيه اللي كانت بالنسبه لي فارقه معايا مبسوطه بيها لكن بتحبني الى حد كبير. بدينا نخش معارض مختلفه زي ما حكيت لكم، سواء في جامعات او سواء في اماكن مختلفه، في كنايس احيانا، في نوادي احيانا، مطرح ما ربنا بيحطنا كنا بنحاول نعرض منتجات الناس. بنشتغل على كل الناس، مسيحيين ومسلمين، ستات ورجاله، لكن قلبي اكتر على المهمشين بغض النظر عن الدين، لكن قلبي اكتر على المهمش او اللي عنده احتياج اكتر في المجتمع نفسه. لغايه ما لقيت الموضوع ده مش نافع، لا السايت شغال كويس ولا المعارض عارفه تجيب حاجه، وبالوقت نفسه الاكسبنسز والمصاريف بقت عاليه كتير، ومحتاجة يكون الناس بتشوف المنتجات دي. بديت ادور على مكان يكون صغير واقدر اعرض فيه المنتجات دي عشان الناس تشوفها قدام عينيها وفعلا تكون بتشتريها. لغايه ما الحمد لله فتحت جاليري في الزمالك، كان صغنون، وبديت اجيب صحابي، وده كانت اول مشكله ان انا مش عارفه اكمل لوحدي، فانا محتاجه الناس حواليا تكون بتساعد في ده. فبقى عندي فكره ثانيه ان انا ازاي ااثر في اللي حواليا وانسباير اخرين يشتغلوا معايا من صحابي كمتطوعين. وفعلا بدا ربنا يبعت لي شويه متطوعين ونشتغل بقى يعلقوا لي اللوحات ويعملوا حاجات زي كده، ونعمل فلاير سوا ونجمع الفلوس بتاعته ونبتدي نوزعها مع بعض على الامارات. وبدا الجاليري يضم حوالي 9 أو 10 من الفئات المهمشه اللي حكيت لكم وشاركتكم بيهم. فتحت الجاليري 8/8/8 اوغست 2008، وكان معانا 9 موردين في سنه واحده، بقوا 60 مورد. ثاني سنه بقوا 120 مورد. 2011 وصلنا الى 163 مجموعه من المصنعين اليدويين. ده كان بالنسبه لي حاجه رائعه وكان فخر بيه، لكن في الوقت نفسه كنت حاسه بمسؤوليه اكبر. المكان كان صغير وكان بينفجر بالحاجات اللي فيه، ومحتاجين نكون بالسواء قد ما نقدر، وكنا في التحدي اليومي
بتاع احتياج الناس ايه والمبيعات عامله ايه النهارده، لان ما بقتش بشتغل عشان اجمع الارباح ليا انا. فكان كل هدفي الست اللي مديني الحاجه النهارده هتصرف ازاي النهارده. الى ان سمع كذا حد عن احنا بنعمل ايه، وبشكر ربنا ان الموضوع بدا يتعرف شويه. شاركت في كذا ندوه وكذا حاجه عن فكره كاريزما ارت، ازاي بالفن نعيش ونعيش الناس، وعاملين مشروع اسمه بالفن نعيش، هو ده كاريزما ارت الاولاني. وبدا الناس تكون كمان بتيجي تكتشف ايه الجاليري الصغير قوي اللي حجمه صغير جدا وتديره امراه لوحدها سنجل، وبالوقت نفسه بتشتغل شغل جمعيات بطولها. وبدا كذا قناه تلفزيونيه تيجي تصور معانا في الجاليري وتحاولوا يعرضوها، ومن كده طلعنا على كذا قناه تلفزيونيه كمان. فكره الفن العيش، فكره العائلات، فكره الدنيا بتمشي ازاي بالهاند كرافت، قد ايه مصر غنيه بالتراث الثقافي والهاند كرافت بتاعها. الى ان وصلنا لمحطه مختلفه، واكيد كلكم وقفتوا معايا في المحطه دي، قامت الثوره. مش هتكلم كتير عن الثوره في مصر عملت ايه، كل حاجه حلوه ووحشه وبوزيتيفز ونيجاتيفز، عشان ده مش موضوعي دلوقتي. لكن اقدر اشارككم باللي في قلبي اكتر، ان الثوره المصريه بالنسبه لنا كنا بنحلم بحاجات رائعه واتفاجئنا بيها، لكن الاثر اللي اثر بيه المهمشين هو ده اللي انا بهتم بيه اكتر، لان هو ده اللي انا على قلبي اكتر، المهمشين اللي انا بشتغل عشانهم. فبديت اعرف ان 16 مليون فقدوا وظايفهم، كميه جاليريهات قفلت، منها الجاليري بتاعنا احنا كمان. فوجئت ان جاليري الزمالك لازم يتقفل، صاحبتي مش هيجدد العقد الايجار، والدنيا بقت صعبه. وفي نفس الوقت ده والدي كمان اتوفى في 2011، ودي كانت محطه من المحطات الصعبه في حياتي اللي ممكن اكون بشارككم بيها. بقيت مش عارفه المفروض اعمل ايه في الوقت ده، كل حاجه قفلت، كل حاجه ضلمت. طب ايه، اهاجر خلاص؟ طب اعمل ايه؟ الجاليري اتقفل والدنيا بقت صعبه، وخدت وقت انا مش كويسه فيه، لغايه ما بدا ربنا كالعاده بيتقفل باب بيتفتح شباك. فساعتها في هيئه سمعت عننا، فتح لنا شباك تاني، فطلعنا بمعرض اسمه امبيانتي. طبعا خدت والدتي معايا اللي مبهدلها في كل حته معايا، وامبيانتي بدات ان هي نعرض منتجات العائلات دي. كانت حاجه مختلفه قوي، امبيانتي فير كان حاجه ضخمه، وكان هدفه في وسط 5000 عارض. تخيلوا معايا ان انا رايحه بمنتجات مهمشين مصريين، ووقفه في وسط 5000 عارض من كل انحاء العالم. كان حاجه حلوه وتعليميه رائعه. رجعنا من امبيانتي وكنت حاسه اني محتاجه اعمل حاجه، مش هينفع افضل مكاني، مش هينفع افضل مكان مقفول، ولازم يبقى ليا مكان فيزيكال اكزيستنس، وده كان تحدي جديد. طب مفيش فلوس، مفيش ثوره، الدنيا واقفه، مفيش سياحه في مصر، مفيش اجانب بيشتروا المنتج، ومفيش تصدير على الانترنت كمان. فبديت افكر ان انا محتاجه اكون بعمل حاجه مختلفه، ان هي تكون زي سوشيال انتربرايز، كيان مختلف، شركه مجتمعيه هدفها مش شركه ومش جمعيه. وكالعاده بما ان انا رائد اعمال فبتواجهني نفس المشاكل، ان افكاري مختلفه، فالناس مش فاهمه يعني ايه شركه مجتمعيه، يعني انت شركه ولا انت جمعيه، يعني انت هادفه للربح ولا مش هادفه للربح. حاولت افهم الناس انا هادفه للربح، بس مش ربحي انا، ربحهم هم. ده ما كانوش بيجمعوها لا في القانون نفسه، ما لقيتش قانون عارف يعمل ده. في الاخر اضطريت ان انا اخضع وعملت شركه فرديه صغيره، ودلوقتي بفكر تتحول لمؤسسه ان شاء الله. وبديت ادور على مكان، وبديت نعرض جوه وبره مصر برضه بنفس الفكره دي، منتجات الناس اذا حد بيعرضنا نكون بنعرضها بره مصر، وبنشارك في معارض دوليه بيبقى رائع. غير كده كنا بنحاول قد ما ممكن ان احنا نكون بنتكلم عنها في مصر كمان. الخطوات اللي خدناها بقى عشان نعمل الشركه دي كانت حاجه مختلفه قوي، لان عملناها في وقت كان كمان صعب كتير. ممكن اشارك معاكم بصوره احنا كنا ليه محتاجينها، لان ما كانش ينفع نكمل في المجتمع اكتر من كده واحنا مش عندنا شكل قانوني ومش عارفين نمشي ازاي. البيزنس موديل بتاعنا كان شركه بتتحول الى مؤسسه، وكانت محتاجه مكتب ومحتاجه حاجات كثيره جدا. وكنت دايما بسال الناس اللي انا بشارك معاهم، تحبوا تاخدوا جزء ده، تحبوا تكونوا بتشاركوا معانا، تحبوا تكونوا متطوعين، تحبوا تعملوا حاجه معانا. جمعنا الاوفيس الجديد وبدينا ان احنا ندهنه بايدينا. كنت فخوره جدا بالتيشيرت المليان بقع جويا اللي انا كنت بدهن بيه الحيطه، لان كنت حاسه ان ده هو الكفاح اللي انا عايزه اكون بعمله فعلا. وبدينا ان احنا نعمل تدريبات كمان في المكان، لاني كنت مصدقه ان مش بس الفكره في الفن في خدمه المجتمع في حاجات يدويه، لكن بدات تجيلي افكار ثانيه حسب احتياج المجتمع. انا كنت بتحرك حسب الاحتياج اللي قدامي، مش بس حسب انا شاطره في ايه. عندنا اوضه صغيره قوي للتدريبات، لكن ساعتها كنت فتحتها، ايوه اوضتنا صغيره بس قلبنا كان كبير كتير. فكنت حابه استقبل الناس اللي عايزه تدرب على اي حاجه كان بيجي يشرفنا ويقرا فيها. بدا النداء اللي انا بحاول اقولهم بيه الاخرين، او انسباير اذرز، ده فرق كتير معايا، ان في بعض الفنانين حتى العالميين جم دربوا عندي في المكتب. فجالي متطوعه مثلا من المانيا اشتغلت ورش مع الاطفال،
جينا على السمر وعملنا سمر سكول للاطفال وعملنا فيها حفله رمضانيه. ودي من الحاجات اللي فارقه قوي معايا، ان انا مصدقه ان مصر مش هتكبر غير لو مسيحيين ومسلمين اشتغلنا فيها سوا. ففرق قوي معايا ان كانوا اطفال صغيرين وجينا مع بعض وصمنا رمضان في يوم من الايام بعد ما خلصنا السمر سكول والحاجات اليدويه وعملنا افطار جماعي مع بعض. ودي كانت حاجه رائعه جدا جدا، لان كان فارق معايا اغرس في الاطفال حاجه زي دي، مش بس الفن لكن كل انواع اللي كان ممكن نقدمها. دايما المكان مفتوح، هو صغنون بس مفتوح، وكان هدفي ان كل الناس اللي عايزه تكون بتقدم حاجه تيجي تقدمها. الفكره الثانيه اللي جات لي بعدها ان الفن ممكن يكون مش بس حرف يدويه. زي ما حكيت لكم انا بكون رد فعل لاحتياجات المجتمع والافكار بتجيني على حسب كده. الفكره الثانيه اللي جات لي ان انا كنت مسافره وسمعت عن الفيلم المسيء للرسول وسمعت عن الحرق بتاع الانجيل، وانا من جوايا كحد بصدق ان مصر حاجه واحده اتوجعت كتير. فبديت انادي في كذا حته عايزين نعمل مهرجان كبير يكون بيتكلم عن قبول الاخر، محبه الاخر، ان احنا نشتغل سوا. ونشا فكره مجنونه، مهرجان علبه الوان. علبه الوان نشا ليه؟ لان الميديا ممكن تاثر كتير في المجتمع المصري. انا عندي اكثر من 65 من الناس الموجوده في المجتمع اوريدي سن شاب جدا، اقل من 25 سنه. عندي نسبه عاليه قوي من النحو الاميه من الجهل، وحتى الميديا هو اكتر حاجه ممكن تكون بتتكلم عن ده. وبالتالي بديت ان انا اتكلم عن ان احنا محتاجين نعمل ميديا تخاطب المجتمع بافكار انسانيه، وطلعت فكره علبه الوان. علبه الوان الفكره نفسها بدينا نعمل لها بوستر، بدينا نكون بنعمل لها فلايرز ونوزعها في الشوارع، بدينا نتكلم مع جروبات مختلفه كمان من الفنانين جوه مصر وبره مصر. اشكر ربنا استجاب للنداء ده بطل العالم في اليوني سايكل في الدرجه الاحاديه، ونزل لنا مخصوص عملنا شويه مجتمع اجتماعات مع بعض كمجموعه فنانين. بدينا نوضب اليوم بقى هنعمل فين، هدفنا ايه. الفئه المستهدفه بالنسبه لي كانت الاطفال والشباب. انواع الفنون المقدمه كنا علبه الوان كمان في انواع الفنون. كان معانا فانتومايم، كان معانا موسيقى، كان معانا مسرح، كان معانا تغني ايقاعي، حاجات مختلفه كتير. هفرق على شويه حاجات منها. واليوم نفسه كان رائع، لان في الطفوله بالذات زي نيلسون مانديلا بيقول، لو انت الطفل دي مش بيعرف لا الحب ولا الكره، في ايدك تكون بتعلمه الحب او الكره. فاذا كنا بنعلمه الكره دي اسهل بكتير نكون بنعلمه يحب. فبديت اتك على النقطه دي، وبديت ان انا اكون بانشر الفكره ان احنا علبه الوان، انا ليا لوني وانت ليك لونك، من غير لوني لوحتك ناقصه، من غير لونك انا لوحتي ناقصه، ان احنا سوا بنكمل اللوحه دي. وبالتالي هي مصر علبه الوان. الفكره عجبت الاطفال كتير، وبدا يكون في تفاعل جميل مع الناس، وبدا اللي كمان في المدارس مش بس بننبسط بالفكره كفن، لكن كان فارق قوي ان انا اقول رساله، احنا مش بس بنرقص وبنغني، احنا مش بس بنلعب بانتومايم، احنا هنا عشان بنتكلم عن كذا. التيمز نفسها كمان اللي اشتركت بالنسبه لها كانت تجربه فريده، اول مره كان ينزلوا مصر، وبالنسبه لهم دي كانت مصر الجديده اللي بعد الثوره، وكانوا حابين ياخدوا دور في المرحله الانتقاليه اللي احنا بنعيشها في مصر دلوقتي. منها كان البانتومايم، ومنها كان الموسيقى، ومنها كان الرقصات الايقاعيه، ومنها كان فنانين مصريين اشتركوا معانا. وبشكر كل طبعا الفرق اللي تطوعت بالاشتراك معانا. كذا فنان مصري كانوا، مش عايزه اغفل اساميهم. المدارس كانت مهمه عشان بنشئ ده في الجيل الجديد، لكن مش بقتصر على بس المدارس، حاجات مختلفه ثانيه. حتى الاماكن اللي اخترناها كانت علبه الوان، لان خدنا مره الملجا السودانيه، وخدنا مره سنتر للثقافه، خدنا مره مدرسه اولاد، وخدنا مره مدرسه بنات. وبنفكر ان شاء الله نكون بنعمل علبه الوان الجديده، ان لحد دلوقتي بنجهز لعبه الوان الثانيه، ولسه بنشوف مين ممكن يشترك معانا في حاجه زي كده. وانا بنهي الموضوع بتاعي عايزه اكون بشارككم ان بنوصل لاخر محطه في الرحله دلوقتي. بشكركم على وقتكم وعلى استماعكم، لكن كمان عايزه اقول لكم ان احنا عايزين نكمل كعلبه الوان. انا لقيت طريقي اللي ربنا عمله لي من خلال الفن والكاريزما اللي هو مديهاني، انا اكون شخص مختلف. ما نخافش نكون مختلفين حتى لو مش مفهومين، لان كونك مختلف مش معناه ان انت اقل، معناه ان انت مختلف، ممكن تكون بالاضافه وليس بالسلب. الحاجة الثانية اللي عايزة أشارك بيها النهاردة، إن لو أنا طريقي لقيته كاريزما أرس، لأن دي الموهبة اللي ربنا مديهاني، وبالتالي لازم أكمل أفكر في الآخر عشان ما أعيش لنفسي، فأكيد كل حد من حضراتكم وأنتوا كمان عنده الكاريزما بتاعته. اكتشف الكاريزما بتاعتك. لو أنت تحب تشارك كاريزمتي أهلا وسهلا، محتاجين متطوعين جدا، لكن بالوقت نفسه إحنا بما إن إحنا كلنا علبة ألوان، فأكيد كل واحد فينا مميز بلون مختلف. واكيد مصر في الوقت ده محتاجه كل العلبه، مش
مش هينفع لون واحد يكون ناقص. أشكرك.